ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مرة تانية؟ ايوه مرة تانية، يلا بينا على طول نبتدي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. بلوزة بسيطة جدا جدا بغرزة الشيل ستيتش او غرزة الصدفة او المروحة زي ما بتحبوا تسموها. غرزة جميلة جدا وسهلة قوي، وفعليا وقت ما تنفذيها هتتبسطي جدا 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 بالنتيجة بتاعتها. شيك قوي لبنوتك وشيك قوي ليكي، وتقدري تنفذيها بأي شكل وبأي تفصيلة. هنستخدم الخيط ده، هو نفس الخيط في بلوزتنا النهاردة. شوفوا الصور ورجعوني مرة تانية. هنستخدم خيط ايه في البلوزة بتاعتنا؟ زي ما انتوا شايفين نفس خيط الكارديجان ده، ونفس التفاصيل، نفس الغرزة، ولكن مش نفس تفصيلة تحديدا. بلوزة بسيطة جدا، حردتها خفيفة قوي، وكمان ملهاش تفاصيل في الديل، ملهاش تفاصيل في الجزء بتاع الكولا طويلة. يعني هنعمل قطعتين، القطعتين هيكونوا وش وظهر. طبعا احنا عارفين حردة الوش بتكون مختلفة عن حردة الظهر. للناس اللي لسه اول مرة بتشوفنا، اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة من التوتوريال بتاع الغرزة دي. ولو حابين تنفذوا الكارديجان ده شوفوه على القناة عندي، هتلاقوه موجود بالتفصيل الممل زي ما بيقولوها. تعالوا دلوقتي نعرف التوتوريال بتاع الغرزة مرة تانية. هستخدم معاكم خيط السلسلة اللي هو ده، والخيط ده انا بعشقه جدا ومش لاقيه، لو حد لاقيه يكتب لي في الكومنتات. هستخدم كمان معاه ابرة رقم 7. انا مش بحب احدد في الغرزة دي ارقام زوجية او فردية، ولكن بسيبها شوية كده وبحب ان انا اجرب اول صف واشوف اللي هيطلع معايا ايه. فهعمل 10 سلاسل من ظهر السلسلة. دايما الوش بيكون هنا، باخد انا من الظهر. شكل الغرزة بيكون احلى، التفاصيل كمان بتعديل البلوزة هتكون مظبوطة قوي زي ما انتوا شايفين اهو. مش هحتاج ان انا قاعدة اظبط كتير فيما بعد، او ان انا اعمل لها ديكور مبالغ فيه او كده، لان هي اصلا الغرزة منقوشة قوي زي ما انتوا شايفين، وتفاصيلها يعني بتكون واو مخرمة، فانا مش محتاجة ان انا ابالغ يعني فيها. فعايزة كل حاجة تكون مظبوطة من الاول عشان ما يحصلش معايا اي رتوش. طبعا الخيط بتاعنا اقطان، تفاصيل الخيط كلها مكتوبة قدامكم حالا. ظهر السلسلة كده وبسحب. فاكرين اول صف في التونسي؟ عملناه في دروس تعليم التونسي للناس اللي لسه مبتدئين او عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن الكروشيه التونسي، عملناها في الفيديو ده. وعرفنا ان في صفين في التونسي، وقلنا ان في صف معين انا بستخدمه احيانا في غرز اللاسيه، او بستخدمه ويكون في غرز معينه منها الغرزه بتاعه النهارده. فهو ده الصف اللي انا هستخدمه، ومش هقفل الصف، هبتدي على طول الغرزه بتاعتي. بعمل ايه عشان اوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ اول حاجه برتفع 3 سلسلة. بسحب كام؟ بسحب 5 غرز، منهم اللي هي معايا حاليا على الإبرة. يبقى بعد ادي 1 2 3 4 5، اوكي. وارتفع كام؟ ارتفع برضو 3، 1 2 3، تمام. لما اجي اسحب، اسحب كام؟ اسحب 5 2 4 5، تمام. زي ما انتوا شايفين بقى الغرزة اديني ابتديتها بعدد زوجي، بس طلعت معايا واحدة. ابتديتها بعدد فردي، ممكن تطلع معايا مثلا باتنين، فاهمين قصدي؟ فعشان كده انا بحب جدا ان انا اجرب في اول صف ده. برتفع كمان 3 سلسلة، تمام. ومن المفروض ان يكون في هنا حاجة عشان ان انا اقدر اشتغل عليها، تمام. فعمل 3 سلسلة كمان، وكده هيبقى معايا 13 غرزة في الصف الاولين. هعملهم ونرجع نكمل غرزتنا. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عملت 3 سلاسل زيادة، فبقى معايا 1 و3 الباقيين اللي انا دلوقتي هقدر لما اجي اسحب هيكون معايا الخمسة كده متجمعين، اوكي اهو. دلوقتي بقى هرتفع 3 سلسلة تاني؟ اكيد لا، هرتفع سلسلة واحدة بس عشان اقدر اقفل الصف ده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ودي اول حاجة بتكون في الغرزة بتاعتي زي ما انتم شايفين. عدد فردي، عدد زوجي، ممكن تظبط معاكي بالعدد الزوجي او تطلع ناقصة واحدة بس، فعادي تتجوزي الموضوع، هو اول صف وخلاص على كده. ولكن احيانا بتطلع معاكي مش مظبوطة، فجربي شوية في الاعداد وابتدي اعرفي العدد المناسب للصف بتاعك، وهي تجربة هتكون في اول صف بس بدل ما تقعدي تعاني كل الاصف. دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل في نفس السلسلة اللي هي دي اللي انا لسه عاملاها،
تلاتة سلسلة اللي أنا سبتهم في الهوا هما اللي أنا هاخدهم دلوقتي، يا إما باخدهم من ظهر سلسلة لو أنتي دقيقة قوي بس ده هياخد معاكي وقت، يا إما تاخديهم من السلاسل العادية اللي هي كده كطرف يعني سلسلة وخلاص. صدقيني مش هيأثر كتير على الشكل، فمفيش داعي ان تتعبي نفسك. هنا كده القمة باخد منها واحدة، السلاسل اللي في الهوا باخد منها تلاتة. التقفيلة دي او التجميع دي فوقيها سلسلة اهي، باخد منها واحدة، القمة هي دي، السلاسل اللي هي في الهوا دي بيبقوا تلاتة فباخد تلاتة سلسلة. طبعا هنا اخر الصف، فانا مش هاخد السلسلة التالتة من هنا واسيب الصف يبقى شكله مش حلو يعني، فهعمل ايه، بنزل كده على الجانب بيبقى برضو السلسلة موجودة وكل حاجة، بدل ما اخد طرف واحد كده برضو وتبقى شكلها مش قوي يعني حلوة، باخد الطرفين. والحركة دي بتكون مميزة في كل غرز التونسي لما بعملها، تخليلي مثلا لو انا بعمل كوفية تخليلي شكلها حلو، لو بعمل بلوزة بتخليلي التقفيل بتاعها سهل وبسيط، ليها مميزات كتير. ارتفع كام؟ تلاتة سلسلة. لما اجي اسحب بسحب خمسة، تلاتة سلسلة اسحب خمسة، الصف بس في البداية ما برتفعش فيه سلاسل، عشان لو ارتفعت سلاسل زي ما قلنا من قبل الغرزة هتفضل رايحة منك كده في حتة انت مش عارفة هي رايحة فين، وفي تزايدات مستمرة وشكلها مش هيكون حلو، هيكون منفر قوي، فانت في غنى عن الموضوع ده. ايه رأيكم بقى دلوقتي ننتقل على الغرزة بتاعتنا ونعرف ايه تفاصيلها، معمولة ازاي، ارتفعت كام صف، ابتديت بكام سلسلة، وكل التفاصيل الحلوة دي. يلا بينا. ووصلنا للبلوزة بتاعتنا، و هنشتغل كام كبداية عدد سلاسل؟ هنشتغل 117 سلسلة. بعد 117 سلسلة هبتدي بقى اشتغل الصف رايح جاي رايح جاي كده عادي. وتعالوا دلوقتي نشوف هنشتغلها ازاي في البلوزة بتاعتنا. هبتدي اشتغل، طبعا انا عملت القطعتين بتاع الوش وبتاع الظهر، الاتنين بيكونوا قد بعض تحديدا قبل الحردة، بنشتغلهم 117 سلسلة، الاتنين نفس التفصيلة بنفس الاسلوب بكل حاجة، لان طبعا بلوزة فوش وظهر زي بعض، اللي بيختلف بس هو الجزء بتاع الحردة. اول سلسلة زي ما انتم شايفين ببتدي اخدها، من بعديها التلاتة سلسلة اللي هما في الهوا، تمام، بعديها القمة دي اللي هي التجميع ديت بيبقى فيه سلسلة فوقيها باخدها، تلاتة سلسلة اللي هما الارتفاع اللي بنعمله في الهواء اهو، بعديها القمة دي. طبعا ما فيش اي اختلاف، الاعداد اللي احنا بنتكلم عليها دي هي اللي انا اتبعتها في البلوزة بتاعتي، وابتديت اعمل بلوزة بالغرزة الجميلة بتاعتنا، ما فيش اي تفاصيل فيها مزعجة. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده القمة باخد منها واحدة، او تجميعة الغرز دي، السلاسل اللي في الهوا دي تلاتة فباخدهم زي ما هما تلاتة سلسلة، اوكي، وبفضل بالطريقة دي لنهاية الصف. دلوقتي تعالوا نقيس البلوزة دي قبل الحردة. قبل الحردة مقاسها 46، هنشتغل بس في اللي هو الطول قبل الحردة، لازم يكون الوش والظهر 46 سنتي بالتحديد. وبعديها بقى نبتدي نشوف ازاي البلوزة بتاعتنا هتكون حردتها، التفاصيل. ولكن دلوقتي احنا محتاجين نعرف حاجة برضو عشان نقدر نوازي الوش بالظهر ويكونوا بالظبط بالظبط قد بعض، هو ان انا بعد الفراغات دي، تمام، في البلوزة بتاعتي الوش والظهر بعدهم عشان اقدر اقول ان دول 46 سنتي الوش والظهر قد بعض، لانه احنا بشغالين بقطان واحتمال كبير يكون في حاجة مطت عن حاجة، في حاجة حصلت، في نقص اصفف، الحاجات دي كلها احنا بنتعرض لها اثناء الشغل بتاعنا، فلازم نعد ولازم نقيس الاتنين مع بعض اضمن لينا بالنسبة للحاجات دي، عشان يبقى عندنا وش وظهر متناسقين، لانه بعد ما نخلص البلوزة مش عايزين يحصل فيها اي دروبات ونبقى مش عارفين فين الخطأ، ممكن يبقى بس الخطأ اللي هو صف زيادة صف ناقص ما بين الوش والظهر، فبيبقى مدي ارباك نظري اكتر من واخدة جنب في الحردة بتاعتها او فيها حاجة مش مظبوطة وانت بتبقيش عارفة ايه هي، احيانا بيبقى بس الخطأ في عدد الاصفف اللي احنا شايفينها دي. زي ما احنا عارفين في الحردة اللي هي بتكون دائرية ودي الياقة بتاعتها دوران يعني، واي بلوزة عامة بتكون بالمنظر ده، تمام، انا ممكن اعملها دوران
وممكن جدا الدوران من قدام يكون عكس ورا، فساعتها بنختلف في شكل الحردة، وهو انه بتكون مثلا من ورا بالمنظر ده، انما لما باجي اعملها من الجزء الامامي بلاقيها الدوران بتاعها بيكون دوران شديد شوية او واقع اكتر من كده كمان، وده بيبقى على حسب الطلب. يعني هو ممكن يكون قافل ما يبينش الرقبة، او ان هو يكون تحت العنق بشوية، او ان هو يكون فوق على طول مبين الصدر. يعني فالحردات عامة دي بس دائرية، وبشوفوا قد ايه فيها تنوع وقد ايه فيها اختلافات، وما تتضايقوش ابدا من فكرة الشرح بالورقة والقلم، ده اهم بكتير من جزء اللي هو بنشتغل فيه على طول بدون ما نفهم اي حاجة، مجرد اعداد ومجرد حاجات بنعملها لكن ما بنبقاش عارفين هي بتتسيستم ازاي، او ازاي احنا اساسا بناخد فيها قرار وبنختار الشكل ده وبنفصله احنا بايدينا. ده حاجة. الحاجة التانية لما بحب مثلا ان انا اعملها في، وبرضو الفي ليه كذا شكل، منه الشكل مثلا اللي احنا بتكون البلوزة عادي من الجوانب زي ما احنا عارفين، انما من قدام بتكون الفي كده. طبعا ممكن الفي يكون الجزء ده كده قليل، وفساعتها الفتحة بتاع الفي بتكون ضخمة قوي، او انه الفي بيكون الجوانب هنا عريضة فبتاخد من شكل الكتف، تمام، فبتكون الفي واسعة وكل حاجة ولكن مش مقفولة، مش الفي بتاع البلوفر، لا الفي بتاع بلوزات الصيف ممكن تكبريها وتلبسيها على البحر او كده. يعني من الجزء بتاع الظهر، الجزء بتاع الظهر ده بقى اللي فيه التفاصيل، بمعنى انه ممكن اعمل الجزء بتاع الظهر دوران وهي بتكون من قدام في واسع بقى في ضيق، ممكن اعملها من ورا زي قدام، فالكتف بتاعها هيكون هو واقع، ولو مش واقع هيكون مظبوط كده وايه ومفتحها. وكمان ممكن اعملها مش دوران، ممكن اعملها في من ورا زي ما عملتها في من قدام، ولكن الفي من ورا ممكن تكون اقل شوية من قدام، يعني ممكن قدام تكون طويلة قوي من ورا تكون محدودة، بحيث ان انا ايه مش عايزة ابين جزء كبير من الظهر، او مش عايزها تقع من على الكتاف، فساعتها هعمل الفي اللي ورا اقصر من الفي اللي قدام. في البلوزة من الافضل يعني ان انا احدد الجزء القداماني الاول وبعد كده ارجع على الظهر. ليه؟ لان هو الجزء اللي بيكون فيه التفاصيل. يعني انا ممكن اكون من الظهر مثلا عايزاها مثلا دوران، عايزاها تكون مقفولة، عايزاها تكون مفتوحة anyway. لكن من قدام انا مثلا حبيت الشكل يكون مفتوح قوي، فممكن تطقي معايا ان انا اعملها من الظهر نفس الشكل وكده خلاص ماتشنج وش وظهر زي بعض وقفلت بلوزة. ممكن ساعتها اقول لا انا عايزاها مثلا ايه من الظهر مقفولة عشان انا من قدام فتحتها قوي والحركات دي، فيفضل ان احنا نسيستم الوش الاول وبعدين نروح على منطقة. انما لو انت عارفة هتفصلي ايه فخلاص ابتدي بالظهر وشغال على طول، انت عارفة الوش شكله عامل ازاي فخلاص اتس اوكي، هتزبطي كل امورك وتقفلي البلوزة. يلا بينا بقى نشتغل ونحرد مع بعض. الحردة قبل ما ابدأ 46 سنتي، وهي 59 صف. انا وزيت الظهر زي الوش، وبعدين هبتدي اكرر اذا كان الظهر هيبقى زي الوش ولا هختلف. انا هبدأ من حردة الوش وبعدين نشوف الظهر هيكون شكله عامل ازاي. ده 59 صف في 46 سنتي، ده كله قبل الحردة. ابتدينا ب 117 سلسلة. قسمت البلوزة بتاعتي بالنص، ديت عدد الفتحات اللي انتوا شايفينها دي، وبعديها ابتديت احط دبوس، وطبعا عدد الفتحات في اليمين زي الشمال عشان يكون في تطابق. بعدها بنشتغل باسلوب الغرزة الطبيعي. زي ما انتوا شايفين انا اخدت السلاسل بالمنظر ده، اخدت واحدة بس بعد التجميع دي، بعديها هجمع التلاتة دول اللي هي واحدة هنا والواحدة اللي هي بتاع تجميعة واحدة بعدها، ارتفع 3 سلسلة، ارتفع 3 سلسلة واسحب 5. طبعا وصلنا للفتحة دي اللي من قبلها كانت اهي، الفتحة دي هاخد بعدها واحدة بس. اوكي ممكن اخد 2 لو انا عاوزة الحردة تكون مقبولة يعني، تمام، وارجع اسحب، مش هرتفع السلاسل، لا هسحب على طول، هسحب 4 اهو، طبعا هي بتكون 5 بالارتفاع السلاسل ده، بعدين هروح ارتفع 3 سلاسل
وابتدي اسحب 5 ارتفع 3 واسحب 5 ووصلنا للجزء اللي هنحرد منه برضو، هاخد اللي هي التجميع بتاع القمة دي وبعدها هروح اخد واحدة او اتنين اقصى حاجة، ما ينفعش اخد التلاتة، لا ما ينفعش تاخد التلاتة. لو خدتي واحدة الحردة هتكون اوسع، لو خدت اتنين الحردة هتكون شوية بسيطة. اوكي، فانا هبتدي بقى اخد واحدة بعدين اقفل تلاتة بس، ما برتفعش السلاسل عشان ما يعملش معايا من هنا تزايد، لان انا اصلا بنقص. تلاتة ارتفاع وبسحب 5. بصوا بقى الاول على طول بدأت تحرد معايا ازاي، هي دي الحردة اللي احنا عاوزينها، وعاوزينها تكون بسرعة قوي 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 عشان احنا مش هنحرد كتير. هعمل كمان حوالي 4-5 اسفف بنفس الاسلوب اللي انا وريته لكم. وطبعا بعد ما بنخلص حردة بنشتغل غرز عادية. انا خلصت الحردة وكنت باخد واحدة بعدها، لا هكمل وهاخد لحد نهاية الغرزة بتاعتي. ارتفع سلسلة، لا 3 وبسحب. انا عملتها دائري زي ما قلت لكم. دلوقتي تعالوا نعمل الجزء الثاني وارتفع سلسلة، طبعا بكون قبل التجميعة دي، باخد التجميعة دي وبكمل لنهاية الصف. بعد ما وصلت لنهاية الصف برضو برتفع 3 سلسلة وبسحب 5. بعد كده هبتدي في التناقص بتاعي، طبعا التناقص من الجهة الشمال او الجهة المعاكسة يعني بتكون مختلفة. كل انا بعمله حاجة بسيطة جدا، بعمل منزلقة والتانية لحد ما بوصل للقمة بتاعتي، وببتدي استكمل لنهاية الصف عادي. شايفين؟ بعمل منزلقة في كل الفراغات دي لحد ما اوصل للجزء اللي انا خلاص مش هنقص فيه، اللي هو عند القمة دي. زي ما انتوا شايفين عشان اعمل الحردة بدخل في غرز واعمل منزلقة، تمام، يعتبر بقرب نفسي للجزء ده. بعدين القمة بروح اخد منها بقى خلاص العدد اللي انا عارفاه والفراغ بتلاتة، قمة واحدة، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية الصف. دلوقتي طبعا انا اخدت كل الغرز عادي لان هي خلاص مفيش اي تناقصات من هنا. هبتدي بقى اعمل اسفف الارتفاع اللي احنا متعودين عليها، ودي مهمة حتى لو صف واحد عشان بتبرز لي شكل الحردة. طبعا رحت لنهاية الصف، هنا مفيش اي تناقصات لان مش عاملة حردة تحت القبط، وهبتدي ارتفع 3 واسحب 5، وده اخر صف بارتفع 3 وبسحب 5. وده اخر حاجة. الحردة بتاعتي كام صف؟ الحردة بتاعتي 6 اصفف، الارتفاع ده كان 5 اصفف بس. وطبعا عملت الوش زي الظهر في الحردة، ودي اول مرة نعمل الحردة متناسقة ما بين الظهر والوش، مفيش اي اختلافات ما بينهم، ومش عشان هي بلوزة، عشان انا عاوزة كده. اللي فيها الجزء الاسود ده دي انا هعملها حردة الصدر من قدام، والتانية هتكون حردة الظهر بالطريقة دي. ولازم الاتنين على فكرة يكونوا قد بعض بالظبط، والا الاكتاف مش هتتلاقى. ودور الابرة التونسي خلاص انتهى، وبنيجي ساعتها نستخدم ابر الكروشيه، وده بيدعم فكرة الدروس اللي اخدناها، فكرة في دقايق او الدروس التونسي. دايما بنستخدم الابر ديت صغيرة يعني، او ابر الكروشيه بعد ما بنخلص، ودي بنستخدمها في التجميع، لان التجميع بإبرة طويلة عشان اجمع صف زي ده، ودي كلها طول الوقت تخبط كده، فهيكون شيء ثقيل قوي يعني، ومش هيسرع الاداء عندي. طبعا اي ابرة متوفرة عندك اعملي بيها. انا اول حاجة هجمعها هي الاكتاف، ولازم كل تجميعة تلاقي التانية، وكل فتحة تلاقي الفتحة اللي قصادها. دلوقتي لما اجي اقلب، شايفين كل تجميعة ملاقية التانية، كل
فتحه ملاقيه الفتحه اللي قصادها، وده مهم يا بنات. ما ينفعش ان انا التجميعه تلاقي فتحه والعكس، لانه هتبقى شكلها بايخ. ودي كده اخر حاجه، ارتفاع سلسله، وهروح بس كده من الجانب اخد سلسله منزلقه واقفل الشغل بتاعي. كده انا جمعت قطعه الصدر مع الظهر، زي ما انتم شايفين الاثنين قد بعض بالظبط، وده مش مشكله رهيبه ولا حاجه، لا ده حاجه كده كويسه. ممكن جدا انت تختلفي في الحرده، وممكن انت تخليها زي ما هي. هنيجي بقى لتحت البط. تحت البط المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان انا اجمع البلوزه بتاعتي بالطريقه دي، وبعدين ابتدي احدد فتحه تحت البط. في حركه بلاقيها دايما في البلوزات التركي، بلاقي الفتحه بتاعه تحت البط فتحه كبيره قوي. اعتقد ان هي بتكون مناسبه اكتر للبس الطب بس، والجسم بيبقى باين من الجوانب، وده بيكون الفتحه بتاعته ضخمه قوي كده زي ما انتم شايفين، وبس بيقفلوا حته صغنطوطه خالص من تحت. وممكن نعملها الفتحه التقليديه، ولكن انا هروح ما بين الاثنين، يعني اللي هفتحها قوي طبعا لان انا محجبه، مش هضيقها قوي لدرجه ان انا بس ادخل دراعي وخلاص، لا هخليها في الوسط اللي هو كده بالنص كده بالظبط، وبحيث ان الفتحه دي تكون واسعه. الفتحه دي على فكره لما بتكون واسعه، يعني انا عندي الستايل التاني وبلبسه برضو محجبات لسبب بسيط، لما بتكون صغيره قوي كده الجزء ده بيكون مفتوح، فلما بتيجي تلبس فوقيها جاكيت او كارديجان او اي لبس رسمي بتكون القطعه دي اتفاضه قوي من قدام من على الصدر، فمش بتبين برضو ايه الشكل بتاع الصدر. وده احيانا انا بوسعها كده فعليا، ومش ده مش حاجه مقتصره بس على غير محجبات او لا، بس كده تكون الحرده بتاعتي وسط ما بين الاثنين اهو. طبعا اتاكدت ان البلوزه بتاعتي مظبطه قوي عشان اعمل الحركه دي. طبعا انتوا عارفين حركه المشابك، لو انتوا مش متمرسين او لسه مبتدئين في التونسي هتعملوا تجمعوا الجوانب الاول بالمشابك، وبعدين تبتدوا تجمعوا القطعه بتاعتكم. طبعا انا بقفل بغرزه حشو زي ما انتم شايفين اهو، شكلها بيكون حلو في الوقت، والبواقي بتاع الخيط بتتاخد، فمش بكون مضطره للتنظيف مره تانية. طبعا نقدر نعمل التقفيل دوت بالمنزلقه، ونقدر نعمله غرز حشو، المساله مش واقفه على حاجه محدده. يعني زي ما انتم شايفين انا خلصتها، وعشان اوازي الجانب على الجانب ده بمسك من الديل وابتدي ان انا ايه اظبط كده، مش مهم اي حاجه في البلوزه، بظبط بس الجوانب كده. ابتدي اخد المقاس اللي انا هبدا منه واسيب دي، واعمل دي تقفيل. بلوزه شيك انثويه قوي، واي حد يعرف يعملها. ويلا بينا نعرف ازاي هنعمل لها الديكوريشن بتاعها او المنظر العام. بعد ما خلصنا البلوزه بتاعتنا هنبتدي نعمل لها ديكور شبيه بالديكور ده. هو بيوحد شكل الغرزة اللي هو الحاجات التجميعة دي، وبعدها ببتدي اعمل شكل المكرمية اللي انتوا شايفينه ده، ولكن هيكون اطول من كده. طيب بيتعمل ازاي؟ حركة فيها بهرجة زيادة، ولكن هو البلوزة للعيد والعيد يحب الحاجات دي. يعني قطعت فتلة طولها حوالي 70 سنتي، وطبعا ممكن تقللي عن كده، ولكن انا حابة انه الجبال تبعي تكون اوفر شوية. وهبتدي من اي جانب؟ هبتدي مثلا من هنا، اخد فتلة واسحبها، وطبعا اقفلها بان انا ارتفع السلسلة واسحب. طبعا الحركة دي بتصرف قوي في الخيط، فلو مش حابة ان هي تصرف معاكي في الخيط بلاش استخدميه. بدخل فين؟ بدخل في السلاسل دي، وادي الخيط اخد كده واسحب. طبعا كل تجميع كده بقى فيها اربعة. طبعا القطعة اللي احنا عملناها النهاردة ينفع ان انت تزودي لها جيبونه، يكون فستان لطفله، او ان انت تعملي شريحه طويله قوي كده، شريحه قماش طويله قوي من نفس الغرزه بس تكون اكبر من دي، توصليها بطريقه الكشكشه زي ما انت شايفه دلوقتي كده على الشاشه. البلوزه دي الكرمشه دي لما تيجي تعمليها هتديكي شكل ديكور حلو قوي في الديل وفي الاكمام، وتبقى بلوزه فاشن قوي قوي قوي. كمان عندي احنا دي سيمبل زياده عن اللازم. طبعا كل كولكت كده انا اخدته من التجميعه دي هبتدي امسكه كده واروح اعمل عقده عاديه جدا. العقده طبعا هتكون سميكه وده المطلوب، وزي ما قلت لك تقدري تعملي بس شريحه ضخمه، ونهينا خالص عن الشرشيب، يعني في ناس مش بتحب الحركات دي في الملابس، هي بس شريحه ضخمه ووصليها وتكون كده فيها زياده جامد، فتعملك الكرمشه الجميله دي، وبتكون شكلها يعني تحفه حتى في الملابس العاديه بتكون حلوه قوي. شايفين كل كولكت اهو مسكته وعملت الحركه دي، بس طبعا زي ما انتم شايفين ما ينفعش دي تكون كده ودي تكون مثلا اطول منها، لا احنا عايزين يكون في تناسق. فهعمل ايه؟
هوسع شوية العقدة واروح رفعها لفوق واعمل كده اهو تمام. انا طبعا اعملها في كل البلوزة بس حابة اوريكم المنظر هيكون عامل ازاي. ادي كده عملنا دول، وطبعا اقدر اسيبها زي ما هي كده مفيش اي اختلافات، ولكن هروح كده بالنص وبتبان قوي مش محتاجة نقعد نعد يعني. وادي برضو نصها اهو من ده على ده اهو، وابتدي برضو كده واجمع عقدة واربط. اوكي اهو، وطبعا دي برضو مع نص دي بالشكل ده وامسكها. انا وزيت شكل البلوزة بالظبط، وممكن جدا ان انا اعملها كيمونو يكون الكمام بتاعتها واسعة ما فيهاش اي حردات، عبارة عن مستطيل بس كده ويكون واسع قوي. طبعا القطعة دي هنوسعها اكتر، يا اما نسيبها مقفولة يا اما نفتحها. ده ممكن جدا نعملها زي المستطيل، قطعتين مستطيل من قدام وقطعة مستطيلة جدا من ورا، والاكمام برضو مستطيلة فهتطلع شكلها حلو قوي. وتحطي معاها القطعة الحبال بالمنظر ده هتطلع تحفه زي ما انت شايفه كده. هبتدي ان انا اخلص كل ديل البلوزه بتاعتي وارجع لكم مره تانية نشوف هنعمل في الكوله بتاعتنا ايه. ترى بلوزتي خلصت زي ما انتوا شايفين شكلها قد ايه كيوت. انا سبت لكم حته صغنطوطه كده عشان نفهم هي معموله ازاي. باخد نص العقده اللي بتبقى هنا، واحده يمين واحده بتبقى شمال تمام، مع نص العقدة اللي بتبقى الجانب التاني، باخد الاتنين كده على بعض. وبعدين عقدة عادية، عقدة من اللي احنا عارفينها، وطبعا الخيط بيكون قصير كده بيكون مزعج بس خلاص عشان هي اخر حاجة يعني. بالشكل ده انا قصرت الفتل اللي قطعتها معاكم على النص بحجة ان انا ايه يعني عايزة اوفر خيط والحركات دي، ولكن يا ريت ان انا سبتها زي ما هي كانت هتبقى بالمنظر ده. هوريها لكم حالا اهو تمام. طبعا مش هينفع ان انا اخلي دول، فهعمل ايه، هوازي الاطوال. فبالمتر كده مثلا الطول اللي هنا ده مثلا 5 سنتي، فهاجي هنا كده مثلا الطول ده هخليه 5 سنتي. طيب ليه مش بنعملها كلها قد بعضها وجنب بعضها وكده؟ فعليا مش هنعرف، لازم كده تمشي بالمتر واحدة واحدة وتبتدي تقصي ال5 سنتي او ان انت تقدريهم بعينيك، وده مش هيكون صعب ان شاء الله. زي ما انت شايفين شكلها عامل ازاي. وطبعا بالمقابل لما اجي اشتغل الجزء بتاع الكولا او تحت الباط لازم اكون بسيطة جدا، بس غرز حشوة كده بسيطة هلف كده على الكولا كلها واعمل غرز حشو مفيهاش اي حاجة جديدة ولا اي حاجة صعبة. طبعا السلاسل اللي في الهوا دي باخد منها غرزتين حشو، والتجميعة دي باخد منها غرزة واحدة، بفضل كده لحد ما اخلص الكولا بتاعتي كاملة. واخر حاجة هنا ومنزلقة، طبعا بتوه كده الخيط لحد ما اوصل للتقفيلة اللي هي بتبقى موجودة دي، كتلة سواء تحت الباط او الاكتاف، وابتدي ان انا اتوه الخيط الزيادة في الحتة دي. ده شكل الكولا بعد ما اتظبطت، بتكون شكلها محدد اكتر ولكن التدقيق مش بيكون عليها هي. دلوقتي هنعمل تحت الباط زي كده الجانب ده. اوكي ادخل وارتفع سلسله وبعمل غرز حشو، بس غرز حشو واسعه عشان ما تضيقش المنطقه بتاعه تحت الباط. في اللي تحت الباط اهو هنا اعمل منزلقة، ويعني ممكن منزلقة كمان في اللي بعدها. ارتفع سلسلة عشان اقفل واقص الخيط كده. تكون البلوزة بتاعتي خلصت، واي زوايد زي كده انا اساسا عاملاها من قبل، فبس بتوهها في اي ناحية وما تقفوريش قوي في التتويه بتاع الغرز، لان طبعا انتوا عارفين الغرزة بتاعتنا فيها فراغات فهتبان. ترى زي ما انتوا شايفين شكل البلوزة، الافوار في الديل بس، تقدر تأفوري في الجزء بتاع الكولا ده بالتحت الباط بالديل بالاسلوب اللي انا وريتك ده لو عندك وقت ليه. لو ما كداش البلوزة دي هتاخد منك حوالي اسبوع، بكرتين خيط لو بنوتة صغيرة، 3 او 4 لو لحد كبير في المقاس المظبوط.
انما لو هتعمليها كيمونو مفتوحة كده والاكمام واسعة والشرشيب دي في الديل وفي الاكمام ممكن تاخدي 4 بكرات او 5 بالكتير قوي يعني، لان الخيط ده الكمية بتاعته كبيرة شوية زي ما قلنا من قبل. الخيط ده 250 متر بيرمي يعني. ترى زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي. الشرشيب من تحت اهي صغنطوطة كده. طبعا الناس بتحب الشرشيب الضخمة او ان هي تنزل وليها حركة، بصراحة انا مش بحب النوعية دي فما عملتهاش. منطقة تحت الباب دي واسع، لو ضيقته على فكرة كان مش هيبقى شكله كده خالص. لو اوسع من كده هتدي كمان وسعانة على الصدر اكتر من كده، مش هيكون في تقسيمة. لكن لو انت حباها مقسمة اوكي براحتك يعني. وادي الكولا سيمبل قوي، مفكرين شكلها تحفة ازاي. وانا لابسه لكم اسود مخصوص عشان يبينها، شايفين الخروم بتاع الغرزة شكلها. وعلى فكرة كل ما تمط هيبقى منظرها احلى، لان الخروم دي هتبتدي توسع والتعشيقات دي هتبتدي تبان اكتر كمان. اتمنى تكون البلوزة عجبتكم، اتمنى يكون الموديل مناسب ليكم. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. بلوزة سيمبل وبسيطة تصلح ليكي او لبنوتك زي ما انت حابة تنفذيها. شكلها سيمبل قوي وبسيط وتنفع تتعمل كذا موديل من نفس الموديل ده، ولكن انا حبيت ابسط الامور خالص واسرعها في الوقت نفسه. حردة الجزء اللي قداماني ده زي حردة الظهر بالظبط، حاجة سيمبل بسيطة خالص مفيهاش اي تفاصيل ولا اي تعقيدات. وبكده نكون خلصنا البلوزة بتاعتنا وخلصنا كمان فيديو النهاردة. ولو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك سبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وعيد سعيد مقدما. مع السلامة، باي.